السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله معنا جوهرة حرير، الله يبارك، شي حاجة مزيانة. جوهرة اللي كل شي كيسول عليها وكل شي كيحماق عليها وكل شي كيبغي على الجوهرة، ما كاينش شي واحد اللي كتسول على الجوهرة ما كيبغيش بحال هذا الشكل هذا. جوهرة حرير أختي 100%، الصم حر، الصم ديالها حر، شي حاجة أوريجينال. وبالنسبة للعبار، العبار شي وافي، يعني عندك 3.5 متر، 3.40 متر، اقل العبار كاين هنا هو 3.30 متر، يعني عندك العبار ديما بلوفه. بالنسبه للكاليتي راه صنع كوريا 100%، شي حاجه اللهم بارك. واللوينات راه الوان كلهم كاينين هنايا، كاين تقريبا واحد 30 لون، لون انسك فلون. بالنسبه للعبار كما قلت لكم راه كاينه 3.30 متر، اقل العبار، يعني العبار فيهم 3.5 متر، 3.40 متر، واختي قليل فاش كتلقاي يعني بحال هاد العبار هذا. الاكثريه اللي لقيتي عنده كتلقى عنده عبار 3 متر، ماشي كلشي كتخرجوا 3 متر. كانت المرا شويه وافيه ولا طويله ولا هذه ما كتجيهاش 3 متر، يعني كاين اللي ما كتبغيش هذاك الشيء ديال التلاقيه بحال الخراط في الكمام بحال هذه. جوهره كتبغي تخدم ما يكون فيها تعب، داكشي كيجي مزيان اللهم بارك. هذيك 60 درهم اختي، المهم داكشي كيجي زوين الله يبارك، شي حاجه مليحه. اللوينات كلهم زوينين، شو تبارك الله. هذا المارو، هذا مارو زوين، هاد اللوان قلال بزاف. هاد الجوهره هذا شحال واحد كيقلع عليهم ما كيلقاهمش. كاين البلون كاسي، كاين الابيض، كاين جميع الالوان كاينين هنا. شوف هاد الشيبي الله يبارك كيفاش داير، شيبي زوين. بالنسبه لهادي باقي غنلبسها لكم دو بياس، كاين بزاف ديال الناس كيسولونا عليها دو بياس، وغنلبسها لكم مع حرير اوريجينال، شي حاجه مزيانه. تا هو صنع كوريا وشي حاجه مليحه. هاد الغوص فيشيا الله يبارك تا هو زوين. بالنسبه للخدمه اختي راه كتخدميها غير لون في لون، اكثريه كيخدمها في القفطان. بغيتيها دو بياس مع الجلابه ديالها تا هي راه كنديروها نبتي طرزي، يعني اختي شي حاجه مليحه. ما تسوليش على الكاليتي، حنا الا ما كانش شي حاجه كاليتي راه ما كنصوروهاش لكم، كونوا اكيدين. الا ما كانش شي حاجه كاليتي راه ما كنحطوهاش اصلا في المحل، باش تكونوا عارفين، ماشي غير ما كنصوروهاش لكم في المحل. ما تلقايش شي حاجه اللي ناقصه في الكاليتي، كنحاولوا اننا نخدموا باحسن ما كاين، احسن كاليتي كاينه في السوق كنحاولوا اننا نخدموا بها. ممكن انك تجيب جوهره رخيصه وندير لها غير 2600 100 درهم، ولكن اختي شوفي قال لك عند رخصو تخلي نصو، يعني هذه مقوله شهيره ما كاينش. هذه كنجيبوا لكم حاجه مزيانه كنديروا فيها عبار زوين وكنديروا لها الثمن زوين. الا ما كانش شي حاجه زوينه راه ما نحطهاش لكم في المحل، والحمد لله شي بشهاده الكليان. يعني حنا ما كنقولوش شي حاجه غنفرغ، الا ما كانش شي حاجه كاليتي اختي ما غنصوروهاش لك، كان شي حاجه ما كانش كاليتي ما غاديش نصيفطوها لك. والحمد لله يعني هذا الشيء ديال البيع والشراء عموما كيبغي شويه ديال الثقه، كيبغي انك تخدم كاليتي زوينه، وهذا الشيء اللي كنحاولوا اننا نقدموا لكم. كنحاولوا اننا نقدموا لكم حوايج زوينين، تويبات زوينين، وكاليتي زوينه. بالنسبه للتوصيل، التوصيل راه كاين جميع المدن، اما كنتي اختي كتوصل الامانه ديالك. بالنسبه لداخل الدار البيضاء راه التوصيل 25 درهم، خارج الدار البيضاء التوصيل 40 درهم. الالوان كما قلت لكم في هاد الجوهره راه كاين تقريبا واحد 30 لون، اللي عجبها شي لون سكريني تواصل معايا، اللي ما بانش ليها الالوان تعاود تواصل معايا وغادي نصور ليها الالوان كاملين تشوفهم. الالوان كلهم راه زوينين. بالنسبه لهاد الغوز بيبي فيه جوج تلوينات، كاين هاد الغوز بيبي طالع شويه وكاين غوز بيبي بارد عليه، يعني كل لون راه كاين لون وكاين ديغرادي ديالو. هاد النوار هذا تا هو الله يبارك، هاد النوار تا هو قليل، هذا سيد الالوان، خلاها سيد الالوان نوار والبيض. هادو كيكون الالوان ضروري انهم خاصهم يكونوا عند الواحد في الحوايج ديالو، ما كاينش واحد اللي ما عزاش عليه. هاد الفيشيا تا هو فيه جوج الوان، كاين فيشيا مغلوق وكاين فيشيا مفتوح. حاولنا اننا نوفر لكم جميع الالوان، يعني كتلقى اللون وكتلقى ديغراديات ديالو. بالنسبه لهاد الباج هذا العدد ديال الديغراديات اللي فيه تقريبا كاين واحد 5 ديال لي ديغراديات هما اللي فيهم. اوكي هاد اللون ما شاء الله، شو هاد اللون هذا تا هو خطير. هذا اللون اكاجو، انا كيبان لكم نتوما بحال اللون المرتدي، ولكن واحد اللون انيق، اللون ديال اكاجو، لون زوين، وتا هو راه قليل في الالوان
وكاين هذا الموطارد هذا حتى هو زوين ما شاء الله غزال. هذا راه ماشي صفر باش تعرفوا، هذا ماشي صفر واخا يبان لكم صفر، هذا راه واحد الموطارد زوين زوين، اللون ديالو غزال، كيجي في القفطان ديالو واعر وكيجي طايح. المهم اختي جوهره مليحه هذه، كاليسي مخيره، خدمي براندا، خدمي بالطرز، ديري الكاترفيل، نبتيها. المهم شي حاجه الله يبارك، اللون ديالها زوينين والكاليسي كلها زوينه. كاين هاد البلو بيترول حتى هو ما شاء الله لون زوين، الوان راه كلهم زوينين. كاين هنا اللي كتلقاي فيها الصم صفر، وكاين اللي كتلقى فيها بالنسبه للوان المغلوقين راه كيكون فيهم الصم غير لون في لون، يعني ما كيكونش فيها شي لون اخر. الوان كلهم راهما هادو اللي دوبست لكم ما شاء الله، الوان كلهم زوينين، لون نسيك في لون كما قلت لكم. اللي عجباتها اللي عجبها شي لون تواصل معايا ان شاء الله فهم الواتساب، راه كاين النمره في الاول ديال الفيديو. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن هو 3600، الثمن مخير، احسن ثمن واحسن عبار، يعني 180 درهم راه احسن ثمن واحسن عبار هو هذا. هادشي بيتاوا ما شاء الله زوين، راه جوهره حرير اختي بالصم حر، ما تخافيش انا الصم ديالو غادي يبهت ولا شي حاجه، راه شي حاجه مزيانه. هاد الباج هذا الله يبارك زوين، الوان راه كلهم ما شاء الله الوان كلهم غزالين. ما كاينش لون هنايا ناقص ولا هادي، اللي عجبها شي حاجه تواصل معايا. ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.